السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي صبحتوا؟ كلشي بخير؟ هانيين مهنيين؟ جيت اليوم نشارك معكم ان شاء الله الغداء ديالنا اللي غندير لوليداتي. كاينين هنايا عندي غادي ندير ان شاء الله البسطيله ديال الحوت. العطريه اول حاجه اللي غادي ندير فيها العطريه، كاينه الملحه، كاين الخرقوم، كاين الكمون، ورق الغار سيدنا موسى اللي كنقولوا حنايا. هادي العطريه ديال الحوت، راه كتباع كتباع عند العطار، كتقول لي العطريه ديال الحوت مخلطه، راه كيعطيها لكم خلطه كتجي زوينه صراحه. هذا كيعطي واحد المذاق زوين للبسطيله، شويه ديال البزار، شويه ديال التحميره، البابريكا، سكنجبير. عندنا هنايا بصله، البصلات مشلضين هنايا، رقاق، ثومه، الضامه ديال الثومه حتى هي كنديرها هنايا، كتعجبني كتعطيها النسمه مزيان. القزبر ومعدنوس هنا مخلطين، حامضه معصره، المهم داك الهريسه كتزيد فيها تاهي، كدير واحد المعلقه. اللي بغى الحرور، اللي ما بغاش الحرور كيدير كيخليها هكاك، المهم على حسب الذوق ديالو. الشامبينيو، الزيتون مقطع، عندنا هنايا الحوت الابيض، عندنا هنا القيمرون كروفيت، عندنا الكالامار، وعندنا واحد الحامضه مرقده هكذايا كنقطعها طريفات، وهذا النسمه، هذا زعفران محور، زعفران شعره سوري، والزبده باش كنقلي كلشي هاد المسائل كنقليو مع الزيت في المقله. انتم غتشوفوا معايا الطريقه، وشويه ديال الزعتر. هادشي اللي كاين. نبداو على بركه الله. نسينا، سمحوا لي، كاين عندنا لاصوص صويا، وهاد واحد لاصوص زوينه حتى هي كتعطي واحد المذاق زوين صراحه للبسطيله. هاد سميتها لاصوص ديال المحه، المهم زوينه كتعطي واحد النسمه زوينه. نبداو على بركه الله. هادي السما غادي غصاد ان شاء الله، غير غتكيغيه الحلي، غتكيغيه ان شاء الله، غادي نشارك ان شاء الله الطريقه اللي كتكيغ كاين البسطيله يسلمان. المهم بسم الله، غنتكاو الزيت العوديه الاولى، سنات ظالمين، سنات ظالمين، غادي تبين غرقاق رقيق، المهم غيها غادي تحرك شويه، ردي غير زيد غير المعلقه ديال الزبده حتى نتاس باش تسكيت نسمي فولكين، ماشي الزيت وحديت. غنتقي غير العطريه كوشرت سمونات هي اللي تنهني، غير المهم تلا غيتيسنت الكريه، العطريه كوشرت سمونات هي اللي تنهني، غير المهم تلا غيتيسنت الكمون، سكنجبير، تحميره، البزار، العطريه دار سيتي بوي دارو عطر سيتي فيه العطريه يسلمان، غاتي سمونه كوشر متاكد فول كارتا كانت نسمي فول كاين البسطيله، الخرقوم، ورق سيدنا موسى، وشي الخيره درت فيه غمسه وزالي ما الزبده يغيها. ثومه اللي حكيغ ديال الضام حتى انت درتي تزياد قلتي الثومه تفول كي راسها كنسمه. القزبر ومعدنوس تنتين راني تكا، هذا المهم الترمولة غدا كلشي كيجي تيلين ديال نص نتاع الحامض غير كدير قبل. الزعفران الحر، المهم هادي ستيكا غينيك وصافي. ليك وراه ستيكا غوامان ولا حاجة، المهم هادي ستيكا غي ديريك، عيطا لي تا صغيرة هادا بداش كيكون فيه. لاصوص صويا، هادي ستيكا غي في المعلقة مقرن. لي صوص ني لاصوص المحار انت تقول كيف كتنسمي فول كي بسطيله حموز جربها نست.
زيد غنحامض غنحامض لي غير الصرف. بالنسبه للمونيت جاب الحرور اثرت زياده معلقه الحرور لا على حساب الدراري هو اللي تقابل عشان كي المهم يتعجب الحرور غير ناكل بالسلا صراحة الحرور عشان يسمى لي كنت زي فلفل المهم الطريقة إذا كنت نسكر كلشي يسلم لي دراري ديال الناس كلشي نسكر الطريقة ديال يسلم هكذا كنت نشم الترمولة مزيان تبارك الله صافي غادي نبدا نسوطي هاد الحوت اللي عندنا غنبقى ندير شويه ديال الزبده شويه ديال الزبده ونبقى نسوطي الحوت ديالي غنبداو بالكروفيت ان شاء الله ندير لي شويه الصرمونه بزاف كنحركوه غير شويه بشويه وصافي ما غتصيب على ما تدخل ليها الشرمونه وصافي المهم ثاني تملي ديما اللي كتسكر هكا المهم الشرمونه ما حد عندنا حتى صفه ما تنقصينا نقدر ندير بعدا الشرمونه هذا الجي غير كان السر ولا والو يا قلت لي كنت الزيت ديما كنت موديت يا القمرون هنا هو اللون يا قلت لي كنت الشرمونه المهم ما كنصوفيه هكا ما تلعبيش شويه اللي راه تاريخ الزريدين هو صافي غادوكني وتزيد غلول وتزيد غادوكني على الاخر على حساب غادوكني غير غلول على تحرر على تحرر الحاجه صافي الخير بغيت غير تصوطها مزيان صافي غنمسني في الطاوه راني غا الكلام ان شاء الله تنتهي الكلام راه تنتهي هذه المهمه اللي غايصوطي مسكينه في الخيرات غير مقياس نتاع الوان قلني فيها غير شي حاجه كل كتبيع غير شي حاجه مقياس نتاع الوان صرمونا دي بزاف ديال التزياد مره مره كان مرة يبتدي شوية بكي كم طيب عشوية كتي غنوان تاني الزفر كاش كيقوم كيف كتشوفوا معايا الكلامر ما كان طيبوش بزاف كتشوفوا ملي كطيبيه بزاف كيجي قاس في الماكلة كنصوطي شوية وكنسد عليه كنخليه يشرب هاد الشرمولة ديالو وهانتوما معانا الكلامر ديالنا هو تصوطا ها هو طاب نحيدوه نحيدوه بنفس الطريقة تا هو اللي هنا قبيلة نديروه في الطاوة نعاودو نديرو شوية الزبدة
ونديروا هذا الحوت البيض هذا اللي ديجا انا عندي هنا الميرنا، ديك الميرنا الكبيره فورتها، ودي غادي لها الشربونه دابا هكا ان شاء الله. زعما ماشي عارف غير الشوك على هما وصافي. دي غايكوزو كني نزيدو شويه د الزعتر عليه في اللخر هكايا باش ما يجيش لنا حار. دابا هما اصلا راه طايبين راه غير بغيت ندوزو مع شاع العافيه وندير لهم هاد الشرموله وصافي. هذا هو اللي مهم عندي في هاد الحوت هذا الاخر هذا ماشي الشومبينيو ديالنا اللي بقى حتى هو حتى هو كيبقى اختياري باش ديري كيعطي يزيد المهم ما بغيتيش كتستفي غير بهادشي اللي عندنا الله يجعل البركه. تا هو كتزيدو ليه شويه د الزعتر هكا من الفوق صافي بخير. هذا ها المقا ديالنا وجدنا بخير وعلى خير. كان الحمد لله غير ما غسلو غير ما غسلنا هاد الورقه نسيت داخل نخلطو صافي ها الخير. هذا المهم ما ما تكوشي نزري غير المقله ديال تكوشي الترموله غير تكوشي الزران المهم عيسى ما تكوشي وجادن هاد الشعريه الصينيه حتى انت تنزري الطغمات اللي كيطغوا مع الغالي نبيت نزيد غير ديما كنز الزيتون زيتون مرقد زيتون زعما يدير غير المهم تزيد غير يمكن الفرماج هو النيره هو النوري الفرماج تو لي زيد كيف الخانه تتعجب الفرماج انت تزيد انت تزيد مس الخيرات تزيد غير يمكن لاصوص الصويا حتى انت ممكن نزيد المحر شويه صافي تخلط الخيره على بركه الله. هانتوما كتشوفوا معنا المقادير ديالنا هي كلشي واجد تبارك الله غادي نخلطوا هذا الشيء انا كنخدم بيديا ما تديوش عليا انا اي حاجه كيعجبني ندير فيها يديا ونخلط بيديا باش كنشوف باش كنحس ب نتحرك هذا كلشي الخير هذا ما كاتش عليا يا هاد لا صوصا هذا كلشي الخير هذا خلطت كلشي كتزود كلشي مليح المهم نبداو هكا دغيا الورقه الورقه تنسرو سير نديها مسمي كنت موديت
هذيك الطريقه ياك. صافي على بركة الله. بسم الله. كثير مقادير نزيد عليه تقصريت خلط غنص غمس نغي اج غنص غني غمس نغي غادي يقطع عاود غا وانا قسمو راه صغير كامل سي فوري كتاب مينات تقعوا سوفلنا المهم هذا هو الشكل النهائي ديالها ديال البسطيله ديالنا بعد ما جبناها من الفران وطيبناها وزوقنا بهادشي اللي كتب هادشي اللي كتب الله وما تديش عليا الفران ديالي راه ماشي تالهيه شد معايا العكس هاد الايام هكا رجع ما تحمراتش مزيان ولكن ماشي مشكل بالصحه والراحه يستما دي يستما كذا كذا غير البسطيله انا كذا تزوقها الشكل النهائي نسى كذا هي المهم زوق خصني ميك اللحم ديمي كل الهريسه ديمي كل الورقه كذا ديبيها كحمرت المهم هي دين راسي زوق سي النايره يعني بعد لها الكروفيت تاتي راسها تزوق جميله انا تكتفيت غير درميله وبالصحه والراحه وقبلوا علينا وجربوها